حتى من ابنها اللي راح في عز شبابه ونسخة طبق الأصل منه، كانت دلوعتها اللي مش بتفارق حضنها. اسمت حفيدة ناهد فريد شوقي على ريد كاربت مع والدتها داليا البحيري في حفلة دير جاستا. اتفاجئ الجمهور بحضور اسمت حفيدة المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي مع والدتها داليا البحيري على ريد كاربت لحفل دير جاستا. بعد أسابيع من وفاة جدتها ناهد طلت بفستان قصير أسود وعليه جاكيت تقيل من الفرو، اتصورت مع والدتها على ريد كاربت ومع جوز والدتها، فكان باين إنها مبسوطة بحضور الحفلة وإنها معتادة على عدسات الكاميرا، خاصة إن اسمت من عيلة فنية كبيرة وليها تاريخها، فهي مش بنت الفنانة داليا البحيري لكن كمان حفيدة المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي. فيا ترى إيه حكاية اسمت وهل هتتجه للتمثيل؟ اسمت بنت الفنانة داليا من فريد المرشدي ابن المنتجة الكبيرة الراحلة ناهد فريد شوقي. فالمنتجة الكبيرة ناهد اتجوزت أول مرة من محمد المرشدي وجابت منه ابنها فريد واللي كان ابنها البكري وأغلى حد في حياتها، كان سند ليها ولإخواتها ناهد ومحمد السباعي إخواته من والدته. فكتير من الجمهور ما يعرفش إن فريد المرشدي اتجوز للمرة الأولى من الفنانة سوسن بدر رغم فرق السن الكبير بينهم، لكن بعد فترة بسيطة انفصلوا واتجوز الفنانة داليا البحيري عام 2008، واستمر جوازهم 5 سنين وجابت منه بنتهم الوحيدة اسمت واللي كانت أول حفيدة للمنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي. لكن اسمت اتيتمت بعد فترة، فتوفى فريد المرشدي في حادثة كبيرة على طريق السويس الصحراوي، ومن وقتها بقت اسمت هي نور عينين جدتها ناهد فريد شوقي، خاصة إنها حتة من ابنها البكري اللي راح وهو لسه في عز شبابه. فبالرغم من إن فريد المرشدي وداليا كانوا انفصلوا من قبل وفاته، لكن علاقتهم ببعض كانت كويسة، وكانت على علاقة كويسة جدا بحماتها ناهد، وكانت دايما بتروح بيتها واسمت عشان تقضي وقت كبير، وكانت دايما بتروح ببنتها اسمت علشان تقضي وقت كبير مع عيلة والدها، فكانت دايما بتظهر في الصور مع عمتها ناهد السباعي وجدتها ناهد فريد شوقي. كمان وقت وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي نعتها داليا البحيري في منشور ليها على انستجرام بصورة لناهد فريد شوقي مع بنتها، وعلقت عليها وقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى جدت ابنتي وحبيبتي المنتجة الكبيرة الفنانة ناهد فريد شوقي، وتقام صلاة الجنازة في مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة العصر، مع السلامة يا ماما. وكانت داليا حريصة أن بنتها تحضر جنازة والدتها ناهد، فظهرت مع والدتها في جنازة جدتها بلبس المدرسة وراحت تودع جدتها للمرة الأخيرة. وظهر أن اسمت مش بس كانت دلوعة جدتها، لكن شربت منهم حب الفن وحبت تكمل مسيرتهم، فظهرت على ريد كاربت بحفل دركاست بعد أسابيع من وفاة جدتها، فبدأت تعرف عن نفسها للجمهور أكتر بمساعدة والدتها داليا البحيري. فيا ترى ممكن نشوف اسمت في أعمال فنية خلال الفترة اللي جاية؟ هنشوف.